مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح سريعا للعالمين ونعرف من زميلنا كريم بيبرس في ابرز فعاليات مهرجان العالمين النهارده. كريم صباح الخير عليك. صباح الخير يا جمانة، صباح الخير يا أحمد، صباح الخير على كل مشاهدي، صباح الخير يا مصر. لسه في العالمين ومستمرين في مهرجان العالمين 2023 اللي بيجي تحت شعار العالم عالمين. خلينا أقول لكم يا جمانة إنه الحقيقة الأسبوع اللي فات كان أسبوع مميز جدا جدا، وخصوصا الجمعة والسبت طبعا بعد الحفل الكبير للكينج محمد منير والانطباعات الكبيرة جدا اللي الناس خدوها عن محمد منير واحتفال محمد منير، ودايما اللي بيبقى ليه طابع وميزة خاصة. وكمان الفنانة الكبيرة إليسا يعني ليها كمان يعني جمهورها الخاص كان موجود اللي جولها مخصوص عشان يحضروا حفلاتها. لكن مهرجان العالمين الحقيقة المرة دي مش مقتصر بس على الحفلات زي ما تابعنا أكيد خلال الأسابيع اللي فاتت، لكن كمان فكرة المسابقات المختلفة، البطولات المختلفة. لو كلمتكم الحقيقة على الأيام اللي جاية هيكون في موجود إيه في العالمين، الحقيقة من أهم الحاجات هي الرياضات الشاطئية هنا في العالمين. يمكن طبعا كلنا عارفين الترايثلون أو السباق الثلاثي هيكون موجود آخر الأسبوع ده إن شاء الله، اللي هيقدر يشاركوا فيه أبطال من جوه مصر وبره مصر هيجوا يشاركوا في السباق ده. سباق الترايثلون اللي هم بيقدروا يتحركوا يلعبوا يا إما سباق بالعجل وبعد كده يتحركوا في يعوموا في البحر، بعد كده يطلعوا يجروا مسافات معينة، كل سباق طبعا مختلف عن التاني. دي بطولة هامة جدا هتكون موجودة الحقيقة في العالمين. كمان من أهم الحفلات الحقيقة الأسبوع ده هو هيكون أكيد الموسيقار العالمي الكبير عمر خيرت هيكون موجود الحقيقة في الخميس القادم، والجمعة هتكون حفلة مسار إجباري. الحقيقة الحفلات مختلفة مميزة لأن هي بالحقيقة بتتابع كل الأجيال. عمر خيرت ليه جمهوره الخاص ومتابعينه الخاصين لكن بيسمعوا كل الأجيال، ومسار إجباري معتمد أكثر على الشباب. عشان كده العالمين المهرجان المرة دي بيستهدف كل الفئات العمرية، بالحقيقة بيستهدف كل الحاجات المختلفة اللي بتقدر ترفه عن الناس اللي هيقدروا ييجوا. أي حد يقدر ييجي الحقيقة المهرجان، سواء هيجي يحضر يقعد الكورنيش. الكورنيش مميز الحقيقة يا جمانة إنه في شاشات عرض، يعني اللي ما قدرش يحجز أو ما لحقش يحجز التذاكر الحفلات اللي هتبقى موجودة هيقدر يتمشى على الكورنيش، يعيش أجواء الكورنيش، وكمان هيقدر يتابع الحفلة عن طريق الشاشات العرض الكبيرة اللي موجودة على الكورنيش. من أهم الحاجات الحقيقة اللي كمان هتكون موجودة في العالمين هي البطولة العالمية لكرة الطائرة، كرة الطائرة الشاطئية. الحقيقة الفولي بول الشاطئية مميزة برضو، وخصوصا في العالمين هنا وفي الأماكن الشاطئية بيبقى عبارة عن تور بتقوم بيها الفرق دي. البطولة بتبقى متحركة في أكتر من مكان وهيكون ليها كمان دور الأسبوع ده الحقيقة في العالمين. يمكن دي من أهم الفعاليات المميزة اللي هتكون موجودة في العالمين الجديدة ومهرجان العالمين 2023. لكن على جانب طبعا على جانب الاحتفالات اللي بتكون موجودة وعلى جانب الفعاليات الرياضية المختلفة، مهم جدا ردود أفعال الناس يا جوان. ردود أفعال الناس عن المهرجان دايما كنا بنسمع أنه مش أي حد يقدر يجي العالمين، هتكون معمولة لناس معينة. لكن الحقيقة من خلال متابعتي للمهرجان وحال متابعتي للعالمين بشكل عام، الحقيقة أنه أي حد في أي وقت يقدر يجي يزور العالمين والعالمين الجديدة، يقدر يجي يتفرج على الأبراج الجديدة اللي اتعملت والتطور الرهيب الكبير جدا اللي حصل ما بين أرض كانت موجودة كلها ألغام كانت يخاف أي حد إن هو يعدي فيها. لو أنت فكرت اللحظة إن أنت عايز يا حياتك تنتهي كنت هتيجي العالمين. دلوقتي لو أنت عايز تغير من حياتك ولو أنت عايز تاخد تجربة جديدة ومختلفة في الصيف تقدر تيجي العالمين. ولكن الرسالة دي الحقيقة مش موجودة بس في مصر أو للمصريين بس، كل الناس تقدر تيجي مصر والعالمين الجديدة، إن هي تقدر تستقبل المصريين وغير المصريين هنا في الاحتفالات والشواطئ والبحر اللي موجود والأجواء الجميلة جدا اللي موجودة في العالمين. طبعا كريم بنشكرك شكرا جزيلا وبنبارك لك كمان، يعني خطوبتك كانت من ايام قليله فالف مبروك يا كريم. ان شاء الله دايما يعني في سعاده كده دايما يا رب، ومجتهد كمان. رحت الشغل خلصت الخطوبه وطلعت على الشغل وغالبا عشان هو في العالمين يعني غالبا، بس الف مبروك طبعا. صح عشان العالمين بعد الخطوبه على طول. الف مبروك يا كريم ومبروك لعروستك، يعني وشها حلو عليك اهو راجع فريش كده وفي معلومات حاضره وحطتنا في صوره كده سريعه.